كل الصعوبات ورغم كل المستجدات تبرز بين حين وآخر مواهب عربية. من بين هذه المواهب إنصاف شعنيط وهي طالبة مغربية في السنة الثانية ثانوي تخصص رياضيات في مدينة الرشدية شرقي المغرب. فازت إنصاف البالغة من العمر 17 ربيعا في نهائيات مسابقة الفضاء Race to Space في نسختها السادسة التي تشرف عليها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد تفوقها على أكثر من 2000 منافس. بسبب هذا حصلت على دعوة خاصة من ناسا، ورغم تكوينها العلمي تتحدث إنصاف لغة العربية الفرنسية الإنجليزية بطلاقة تامة، وهي معنا الآن مباشرة من الرشيدية شرق المغرب، ونقول لك ألف ألف مبروك. هذا الإنجاز أكيد شيء نحن سعداء لك وسعداء بك، ألف مبروك وشكرا على وجودك معنا إنصاف. شكرا جزيلا. أهلا بك إنصاف. حدثينا قليلا عن المتاعب التي واجهتيها بالتعليم عن بعد رغم ما شاء الله هذا التفوق الذي أنت به الآن. كيف كانت تجربتك مع التعلم عن بعد؟ لأنه سنفتح هذا النقاش لاحقا مع مختصين. بالنسبة للتعليم عن بعد فهو أصبح يفرض نفسه، وذلك يعني بالتقدم التكنولوجي. كذلك خلال الحجر الصحي كان هناك استخدام كبير لهذا التعليم عن بعد، والحمد لله يعني لم تكن هناك صعوبات في الدراسة عن بعد، لأن كانت هناك مجهودات من طرف الأطر التربوية، وكانوا يعني يساعدوننا على الاستمرارية البيداغوجية للدروس، فالحمد لله لم تكن هناك صعوبات. ولكن إنصاف، ربما يعني أصعب شيء للطالب عندما يجلس في بيته ويكون هو من يتحمل المسؤولية كاملة أن يحافظ على نوع من التزام. أي التزام بالضبط، هو هذا يعني أنك تلتزمين بشيء محدد كل يوم. هذا ربما التحدي الأكبر، أو هل هناك تحدي ربما آخر من وجهة نظرك أنت تستطيعين أن تخبرين عنه وكيف تغلبتي عليه؟ بالنسبة للتعليم عن بعد بالتأكيد فهو يحتاج إلى الجهد، وأن يكون هناك التزام كبير بالدراسة عن بعد، لأنه ذلك سيساعدنا على الاكتساب المعارف التي سنحتاجها للوصول إلى مبتغانا. فالحمد لله يعني هذا هو الهدف من الدراسة عن بعد، يعني مكنتنا من أن يكون هناك تفاعل بين الأستاذ والتلاميذ. أنت وصلت لناسا، ووصلت يعني بعيد جدا. التعليم عن بعد وصلت لناسا. حدثنا عن هذه التجربة، يعني كيف كان التواصل معك؟ هل فوجئتي عندما تلقيت الخبر؟ بالنسبة للمسابقة فهي تنظم من منذ سنوات، وهذه هي النسخة السادسة، ويكون هناك 12 فائزا. فبالنسبة لخبر الفوز فيعني هناك فرحة وسرور بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي كذلك، فهي فرحة لا توصف، لأنها ستمكنني من زيارة مكان الذي هو يعني مرموق مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ما هي الخطوة المقبلة إنصاف؟ ما هي الخطوة المقبلة بعد الفوز في هذه المسابقة؟ بالنسبة لي الخطوة المقبلة فهي زيارة مخيم الفضاء، والذي سيكون عبارة عن مجموعة من الأنشطة، والذي كذلك أنشطة يقوم بها رواد الفضاء، يعني ستمكننا نحن 12 فائزا من أن نكون يعني بمثابة رواد فضاء ونعيش تجربة. ممكن أن نسمع في يوم من الأيام رائدة الفضاء المغربية إنصاف مثلا؟ إن شاء الله، يعني لديك هذا الحلم؟ ذلك هدف، نعم بكل تأكيد إن شاء الله. نتمنى لك كل الخير إنصاف جعنيط، فعلا يعني تجربة جميلة ونحن سعداء لك وبك مرة أخرى. إذن هذا أيضا حافز أعتقد للجميع، ليس هناك حدود وليس هناك صعوبة، إذا أراد الإنسان
أن يفعل شيء، حتى الحجر، حتى يشترك في مسابقة وممكن أن ينجح. صح.